من الطقوس الحلوة والأساسية بالأعياد وبالمناسبات بشكل عام هو وجود الحلويات باختلاف أنواعها وأصنافها كطبق أساسي بكل بيت، فمنشوف ريحة الحلويات معبقة بكل مكان بكل حارة بكل بيت لتحسسنا بأجواء فرحة وبهجة العيد. أكثر شيء يمكن رشا منشوف المعمول وغيره من الحلويات اللي بتتميز وبتشتهر فيها محافظتنا السورية. أكيد كان يا مكان، يعني كان يا ما كان وقت اللي كنا نمرق بالشوارع كل المدن السورية تحسي ببهجة العيد هايدي. صحيح، تشمي ريحة القراص العيد، المعمول، الغريبة. اليوم نرجع منقول بسبب الظروف اللي الناس عم بتعيشها هاي المظاهر كتير كتير خفت. أكيد. في بعض الأشخاص بعض العيال انعدمت عندها، يعني فالأم دائما بتروح للتفاصيل كتير بسيطة والكتير قليلة اللي تقدر تعمل شيء لأولادها تحسسهم انه نحن عن جد اليوم عيد، حتى لو كانت هي معنا حاسة عم توفر هي هذا الإحساس لأولادها. دائما مثل ما قلنا بكل محافظة بيشتهروا بشيء. اليوم من خلال ضيفتنا هيك رح نحكي عن حلويات العيد. شو جابتنا معها اليوم هيك صحن حندوقه على الهواء يعني. أكيد ضيفتنا لليوم هي السيدة إلهام رحيل. بدي لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي وكل عام أنت بألف خير. صباح النور وأنتو بألف خير وبلدنا الحبيب سوريا والأمة العربية والإسلامية بألف ألف خير يا رب. نعم عليكم بالصحة والعافية والسعادة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نتعرف عليكي أكثر عن مشروعك بصناعة الحلويات المنزلية. أمتى بلشتي؟ كيف طلعت معك الفكرة؟ خبرينا أكثر. والله بلشت مشروعي من حوالي 4-5 سنوات تقريبا، طبعا لحد ساعد زوجي وأفراد أسرتي بالدخل. والحمد لله يعني بلشت بصناعة المربيات، الكليجة الدائرية، المعمول. طبعا المعمول كان على الطلب مثلا بس بالأعياد، الكليجة بشكل مستمر بشتغلها بشكل أسبوعي، المربيات بمواسمها، كل مثلا نوع من أنواع الفاكهة بموسمه، المونة المنزلية مثل المقدوس، دبس الرمان، الملوخية، هالشغلات هاي الثانية كلها بشتغلها بالبيت وبسوقها على النت. ممتاز. اليوم يعني واجبك كزوجة وكأم أكيد اليوم تكوني موجودة ضمن البيت وتحملي مسؤوليات. وقت عم نقول حضرتك من دير الزور أول شيء أهلا وسهلا فيكي، وأكيد تحياتنا لكل أهلينا بالدير. عندكم هيك شيء خاص فيكم بحلوياتكم الكليجة المعروفة؟ يعني في ناس كتير بتحبها وبتوصي عليها تواصي. خلينا نحكي عن مكونات الكليجة وقد هي مهمة وأساسية ضمن طاولة العيد. طبعا البيت اللي ما يساوي حلو العيد وبالاخص الكليجة الدائرية ما نعتبر يعني ما بيكون عنده عيد بالاساس. يعني هي من تراثنا ومن الحلويات اللي مميزه فيها مدينه دير الزور. طبعا مكوناتها هي الطحين والسمن، مثلا 3 كيلو طحين نحط عليهم كيلو سمنه وكيلو سكر، ولها توابل معينه. توابلها كمان تتميز انه يوم الواحد يجيبها ويطحنها بالبيت وتكون البهارات تازه، ريحتها وطعمتها اطيب طبعا من تجيب البهارات المطحونه الجاهزه. عد مجموعة من البهارات هي المحلب وجوز الطيب وكبش القرنفل والقرفة. تمام، هي البهارات اللي تدخل فيها. في ناس بيدخلوا لها هيل، بيدخلوا لها شو اسمه، هي ريحة البهارات يعني هلأ زنجبيل. بس كأنك هيك حاشيتيها يعني شيء سادة أو شيء سابقا عشوة. قديما كانت تساوى، كانوا ستاتنا جداتنا بيساووها على التنور. تمام، كانوا يساووا بس الكليجة السادة. اما الطرق الحديثه ادخلوا لها مثلا صار بيحشوها عجوه، بيحشوها راحه، بيحشوها نارنج. في ناس مثلا بتطلبها انه بنحشيها نارنج. في ناس مثلا السنه الماضيه طلبت مني احشيها مربى الورد، كثير كمان طلعت طيبه. فكل ست بيت حسب ذوقها وحسب نفسها وحسب شو مثلا بتساوي بتطلع كثير طيبه. تمام. يعني فينا نحشيها عده حشوه. هم النفس والمحبه اللي عم تشتغل فيها. تمام. يعني الهام خلينا نقول اليوم كثير من السيدات بيعرفوا يسووا حلو ببيتهم، لكن في منهم بيتميزوا. اليوم شو اللي بيميز إلهام بصناعة الحلويات؟ في عندك خلطة أو نكهة معينة أنت بتتبعيها بصناعة الحلويات؟ طبعا كل إنسان له نفس خاص بالحلويات. طبعا وكل شيء تشتغليه بالبيت بتضيفي عليه الحب، الشغف، روح التعاون بين أفراد الأسرة يوم تشتغليه، يعني بتطلع له نكهة غير نكهة الحلويات أو مثلا المعجنات اللي بتجيبيها مثلا من المحلات التجارية. بالإضافة أنه بتعرفي أنت شو حاطة فيها مكونات، مثلا بتعرفي شو السمنة، بتعرفي شو نوع الطحين، بتعرفي شو المواد اللي جايبتيها مضمونة، ما فيها لا مواد حافظة لا فيها ملونات صناعية. يعني صح الحلويات اللي تكون بالمحلات التجارية يكون منظرها مغري أكثر من ناحية الملونات أو الشكل أو الهي، بس كطعم وكجودة وكطعم
الحلويات تفضلي ذوقيها. هلا الفكره انه اثنيناتهم بيكملوا بعض، يعني مو بس الشكل، كمان لازم يكون الشكل والطعم. تماما أكيد. تماما الطعم والشكل يعني شغل البيت غير. طيب الهام كنا عم نحكي قبل الهواء انه هاي المظاهر خفت كثير بسبب الغلاء، بسبب انه المواد الاوليه صارت كثير غاليه. يعني اليوم لحتى تقدري تعملي كيلو المعمول بالبيت عم يكلفك هديك الحسبه، بتروحي تجيبيه جاهز ما بتحبي مثل شغل البيت. خلينا نحكي اليوم عن فكره التسويق. هل اول شيء عم تلاقي انه الناس عم ترغب لهي القصه؟ والله بصراحه انا كمشروع خاص لإلك مثلا بالعيد الصغير كان في اقبال اكثر، كانت الناس مثلا صايمه بتشتهي على الحلو، كان في طلب اكثر مثلا على المعمول على الكليجه. اما بالعيد بعيد الاضحى لا، كثير يعني اقل من النصف. نعم. الطلب صار على الحلويات، يعني مو مثل العيد الصغير بصراحه. تسويق بسوق على النت، يعني الناس بسبب الاحوال يعني. تماما وستات البيوت كمان صاروا مثلا عم يشتغلوا ببيوتهم اقل تكلفه. طبعا بالنسبه للمعمول انا اللي اشتغلته بالعيد هذا كان اقل، يعني اقل سعر من اللي بالسوق. مثلا وصل كيلو معمول في السوق الحلبي ل 150 الف بالاسواق. هلا انت شو اما انا مثلا 190 الف كنت هيك حد، يعني كنت بحاول راعي انه بتمنى انه كل الناس بتشتري من عندي. تمام. ايه فهيك. طيب كيف ممكن اليوم نحن نعمل حلويات صحيه بالبيت؟ يعني من خلال صناعتك للحلويات ممكن تركزي على فئه معينه من الناس في حال كان عندهم مرض معين، ان كان سكري او الاشخاص اللي بيعملوا مثلا دايت بيتبعوا انظمه معينه، ممكن اليوم تساوي حلويات يكون سكرها خفيف وتناسب هي الفئه من الناس؟ طبعا انطلب مني قراص مثل هاي القراص الديريه كمان مشهوره بدير الزور، انه مثلا بلا سكر ساوي لنا اياها لناس مثلا معهم مرضى السكر، ساويت لهم اياها وكثير عجبتهم وطلعت طيبه. فينا نستبدل مثلا الطحين الابيض بالدقيق الاسمر، فينا نستبدل مثلا حشوه المعمول بدل ما نحط لها سكر او قطع نستبدل العسل بس مثلا، او دقيق الشوفان بدل الطحين، او مثلا المربيات مثلا نحطها جوات المعمول مثلا بدل ما نحط القطر كميات كبيره. يعني فينا بدل السكر الابيض نحط سكر بني كمان، انه اقل الاضرار، اقل اضرار. بدل السمن العربي او الزيوت الاخرى مثل زيت الزيتون، نستخدم زيت الزيتون او زيت الذره. ما بتنزع طعمه زيت الزيتون؟ زيت الزيتون ما بياثر على طعمه لا، في اكلات حلو اجباري بدها زيت زيتون. هذا المشروب اللي بيساووا اهلنا بسويده وبدرعه هذا بده زيت زيتون. ايه ما بياثر، بس انه المهم انه ما بينحمز الزيت، يعني بنحط على البارد ما بياثر على الطعمه، بالعكس يطلع كثير طيب. انا ما جربته بالكليجه بصراحه لانه دائما بشتغلها بسمن نباتي، يعني وعلى الطلب سمن حيواني كمان بسبب السعر المرتفع للسمن الحيواني، فما بيقفيني يعني انه بشتغلها بشكل مستمر بسمن حيواني الا على الطلب. ففي بدائل يعني زي جوز الهند كمان خفيف احسن مثلا من المارجرين. المارجرين مثلا هلا الحلويات التجاريه كلها عم يستخدموا مارجرين، ومارجرين فيها نسبه دهون مشبعه كثيره يعني بتضر بالصحه. ايه فهيك الواحد فينا يعني يستخدم بدائل كثير صحيه. طيب خلينا نحكي الهام، اليوم انت جابتي لنا معمول بجوز، شو حاشيتي؟ ايه هذا معمول محشي جوز، هذا بحبه انا. ايه ومحشي تمر ما بحبه عجوة هلا كثير طيب، طبعا بسمن عربي ومعمول محشي نارنج، مربى النارنج. تعال شوف اذا طيب صحونا. طب احكي لنا اكثر كيف ممكن اليوم تساويها، احكي لنا اكثر عن الخطوات، عن القوالب، عن الاشكال. بستخدم القوالب الخشبيه النوعيه الكويسه، يعني كل ما ست البيت اختارت القوالب النوعيه كويس، صح تكون غاليه شوي اسعارها بس بتطلع معها الرسمه مثل ما هي، يعني مو مثل القوالب البلاستيك او هي. بالبيت نقعد انا والصبايا البنات ونبلش شغل فيها. صحيح. شو طيبه؟ طيبه كثير يعني. انا بصحة وانا. اكلت. طيبه كثير. دائما بنلاحظ بعجينه المعمول هيك بتكون هشه زياده عن اللزوم، يعني دائما حتى لو جربناها بالبيت في ناس ما بتزبط معها، شو بتعملي اليوم الهام لتقدري تطلع معك انه كثير هشه داخل مع الحشوه تبعها؟ قصدك الحشوه الهشه طريقة ولا كثير؟ اي لا بيلتزم الواحد بالمقادير، ما بيحمصها زياده بالفرن، انه لازم يكون الفرن شغال درجه الحراره الفرن عاليه وقت تدخلي الصياني مشان يزبط معك، مشان لا يتشقى او لا تطلع قاسيه ولا تطلع، وبيلتزم بالمقادير المعينه للمعمول. يعني انا حاولت عملت طرق كثيره كثيره كثيره، اخر شيء زبطت معي طريقه معينه صرت اشتغل عليها يعني. لا طيبه صحيح، تسلموا ايديك الهام عن جد كثير طيبه. انا بصحه وانا حبيبتي. يعني بصناعتك لهم يمكن بتعتمدي مثل ما ذكرتي على قوالب معينه، على مقادير معينه. اليوم طبعا تحافظي على شيء قديم، على الطعم القديمه، لكن اليوم بنشوف بعض السيدات ممكن تضيف نكهات جديده، هل انت اليوم ممكن تضيفي هي النكهات ام لا انا خلص بحافظ على
النكهه القديمه؟ لا، هي التوابل الموجوده القديمه هي نفسها ما بتتغير وين ما رحنا. يعني حتى شوفي كل الناس اللي صاروا يشتغلوا هالمشروع، هذا مشروع الكليجة او محلات الكليجة اللي بيشتغلوا او ستات البيوت، نفس تبله البهارات هي نفسها تمام. صحيح. بس في ناس مثلا تطلب مني مثلا انه يحكوا معي مثلا انه مع العجوه معلش تحطي لنا مسكه او حبهيل، فهيك انا حسب الطلب بصير بضيف مثلا الهيل مطحون او مسكه مع العجوه. في ناس لا انه بس بدها تمرها، اذا مثلا انا حطيت اضافات من عندي لا ليش هيك مغير الطعم، انا بدي الكليجه السابقه الاساسيه فهيك يعني حسب الطلب. طيب الهام اليوم من خلال خبرتك قد ايه لك بمشروعك؟ حوالي 5 سنوات تقريبا. طيب اليوم عم يكون عم تكتفي ماديا منه او عم يكون ما في تناسب بين الجهد وسعر المواد الاوليه وبين التسويق عندك؟ والله الحمد لله رب العالمين، بس مو دائما يعني اوقات الحمد لله عم يكون تمام الشغل تمام، اوقات لا يكون في ركود. ايه يعني تقريبا من العيد الصغير للعيد هذا ما كان في طلب كثير قليل بس على الكليج، اما المعمول بصراحه انه مثل ما قلت لك انه بالعيد بعيد الفطر كان في طلب، اما هلا لا ما. طيب جربتي تعلمي كونه صار عندك هاي الخبره وقادره انك اليوم انه تقدمي منتج على السوق يعني جاهز وبطعم كثير طيب ونضيف اهم شيء شغل بيت، جربتي تعلمي حدا يكون عندك صبايا تعلميهم؟ اذا حدا بيطلب ما يعني ما بتوانى ابدا بتقديم الـ 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 يعني الطريقه او الهي سواء على الماسنجر او على الواتساب، يعني بالعكس اي حدا بيسالني انه شو هي المقادير بجاوب يعني انه افتح دورات مثلا وساوي كورسات وهالشغلات هاي. لا لسه ما فكرت بالموضوع صراحه. حلوه الفكره. طيب خبرينا عن اول قطعه حلو عملتيها بحياتك، كيف كان الاقبال وهل ممكن اليوم في اشخاص معينه بالبيت ممكن تذوق هي الحلويات وتعطيكي راي أو تساعدك اليوم بذوق معين؟ أنا والله يعني من زمان من قبل ما أتزوج بساوي حلو، يعني تعلمت من والدتي صناعة الحلويات سواء الكليجة أو المعمول أو كنت ساعد والدتي بالبيت وقت كانت تشتغل. بعد ما تزوجت صرت اشتغل لأولادي بضيف الجيران، فصاروا كلهم يعني انه كثير طيب ليش ما بتشتغلي بهيك مشروع، رغم انه انا مدرسة ومتخرجة من كلية الحقوق وهلا في طريقي يعني تسجيل نقابة المحامين، بس انا هي هوايتي وبحبها يعني ما فيني اتخلى عنها. الشغل الحلو شغل المربيات يعني، وبحسها من الواحد كمان لازم يكون في عنده شغله ثانيه بيستند عليها غير. صحيح، وخصوصا بهذا الوضع، خصوصا بهالوضع هذا المريح اللي احنا عايشين فيه الحمد لله رب العالمين. ودائما يعني اي حدا بيكون عنده مشروع خاص ان كان سيدات من الحلويات من الاقمشه التدوير الصناعات لدوية تماما لازم تكون الام هي المعلم الاول صح لهي الصبيه. اليوم انت اعطيتيها لحدا الحلو؟ عندي ابني انا ان شاء الله السنه كان بكالوريا فندقيه وبده يختص انه حلو شيف حلويات، انا وياه دائما نتساعد يعني المعلومه اللي انا ما بعرفها بيعلمني اياها رغم انه اصغر مني، بس هو بمدرسه تحت اشراف شيفيه كبار تمام، فبيسالهم بيجيب لي المعلومه الصح. نفس الشيء انا الشغلات اللي بيجهلها بساعده، ففي يعني انا وياه متساعدين. معلم اليوم انت لابنك مثل ما كانت لامك. تماما تماما تمام. طيب خلينا نحكي عن موضوع التسويق اليوم، انت كيف عم تسوقي لمشروعك؟ هل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ام لا ممكن علاقات اجتماعيه عادي مثلا صبيه عرفت بتخبر ممكن رفيقتها وهيك ممكن يعرفوا عنك اكثر عن المشروع؟ تماما، هلا الجيران مثلا الاصدقاء الاهل كل شيء حدا من شغلنا، كمان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثلا على الواتساب بحط حالات، عن طريق الفيسبوك في لي صفحه على الفيس بنزل كل شيء بيشتغلوا فورا مباشره. خلينا هيك اليوم نساعدك ريم الفرات ريم الفرات. اوكي، مشان هيك اي حدا اليوم هيك حابب اهلا وسهلا فيك فوت على صفحتك شوف شغلك يكون عنده العنوان، فبنزل فورا اي اكلات اي هي بنزلها فورا على الفيسبوك. والحمد لله في عندي يعني عدد منيح من الاصدقاء، شيء 3700 صديق تقريبا على الصفحه، فهيك يعني عاملين مناسف الهام هدول القصص. والله لا لسه ما شجبنا مصطفاك الحلقه الجايه عيونك يعني حاطه ببالي مستقبله. الهام بالختام يعني اي مشروع كبير اليوم وناجح هو بدا صغير بس بحاجه لدعم لمسانده من كثير من الاشخاص اللي حوالينا، بدنا نتمنى لك كل التوفيق واهلا وسهلا فيك. بتمنى حدا يدعمني، بتمنى ان شاء
حدا يساندني مشروعي بصراحه، بس ما عم في ناس وعدوني كثير من اهالينا بالمغترب يعني، بس ما زبط ولا شيء لحد الان، بس الله كريم يلا كل شيء كريم. الله كريم دعم رب العالمين احسن شيء الحمد لله رب العالمين. اكيد الهام شكرا لحضورك وكل عام وانت بالف خير، وان شاء الله هيك نشوف اسمك بمشروعك يكبر هذا المشروع ونشوفك هيك اسم لامع على صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا لك حبيبه قلبي، وانتم بالف خير ونعاد عليكم بالصحه والعافيه والسعاده، وشكرا لاستضافتكم الحلوه. اهلا وسهلا ونورتينا. الله يسلمك.